الأزياء التراثية الكوفية الفلسطينية بالتأكيد رمز من رموز المقاومة ومن رموز القضية، إنما الأزياء التراثية ممكن حد يكلمني أكتر عن الأزياء؟ هي معظم الأزياء الفلسطينية في موجودة عندنا في مصر، ابتدوا بيشتغلوها يدوي، غرز يدوية بأشغال بأيدي فلسطينية. عندنا في اتحاد المرأة عندنا لجنة التراث اللي بتحافظ على الهوية، هم اللي بيطرزوا المفروشات والأتواب، كل المشغولات اليدوية بالشكل الجديد الحديث والشكل القديم، عشان بيحافظوا بيجمعوا السيدات الفلسطينيات الموجودين في مصر وبيعلموهم التطريز الفلسطيني، وبيعملوا منه إنتاج كبير للاتحاد عظيم. وأنا متأكدة أنه من السيدات الموجودين دي حاجات شخصية تخصهم، يعني يعني في من غزة ما فيش بيت لأي سيدة فلسطينية في جوه فلسطين أو خارجها إلا عندها لبس الفلسطيني، لأنه من جدتنا اتعلمنا حتى في احتفالاتنا الأفراح المناسبات لازم التوب الفلسطيني، لازم دولاب كل فلسطينية يكون مش عندها قطعة واحدة، قطعة واثنين وثلاثة في أي مناسبة تطلع فيها. طبعا ده بيرمز لتراثنا وبيرمز يعني ماضينا، واحنا في اتحاد المرأة الفلسطينية بنحافظ عليه بكل ما فيه من معاني. احنا كل حاجة في التوب بتفسر رمز عندنا، يعني عندنا الشجرة ليها رمز، الطير، الزرع، كل حاجة بلد. في كل ده تراثنا، يعني كل ده اللي مرسوم ومطرز على مشغولات اللبس بتاعنا كلها من موجودات البيئة بتاعتنا. طيب الجيل الأول من كرة العبد الشمس الفلسطيني، كلميني عن أولا ذكرياتك الأولى مع الكورال، وكلميني عن زيك كمان التراثي. هو الكورال بدأ في كان في محاولة في 86، بس اتطورت وبقت فعلا كورال في 87. كان دكتورة فيحاء عبد الهادي هي مؤسسة الكورال، وهي يعني أديبة وشاعرة ومهتمة جدا بالثقافة الفلسطينية، وهي كانت مبعدة من فلسطين لأن كانت عملت عملية فدائية وجت بعد كده وطردت من الأرض الفلسطينية، ولما جت مصر استقرت هنا فكرت في إنشاء الكورال، وفعلا بدأت زي ما قالت أخصونيا بالكورال. جميلة جدا طبعا ومناضلة قوية بالتأكيد. وبثت فينا إحنا حب فلسطين وتراث فلسطين وشعراء فلسطين. لما بدأ الكورال بدأنا 87، كانت الانتفاضة الأولى، ثورة الحجارة لو الناس تتذكر بالتأكيد. وبعدين كان بداية الكورال، فكنا 6 أفراد وبعدين أطفال، كلنا صغيرين، يعني كان أكبر حد 12 سنة أو 10 سنين، يعني 10-12 سنة. وبعدين لما قامت الانتفاضة كل الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في مصر كانوا بيدوروا على البيت اللي يضمهم، فزاد عدد الكورال لدرجة انه بقى في كورال للكبار وكورال للأطفال، سموا الكبار الصبار وسموا الأطفال عباد الشمس، وزي ما حكى فيا عباد الشمس دايما بتطلع الشمس، والشمس هي رمز للحرية، والصبار صبار البقاء السيرفايفل مهما كان الظرف ومهما كانت القسوة. النباتات بتطلع في فلسطين بالطبيعة بالأرض من غير ما كمان له دلالة طبعا جدا. هو كان في رواية لكاتبة فلسطينية اسمها سحر خليفة الصبار، وكان ليها رواية تانية عباد الشمس، فهو كان مقتبس كمان يعني من حاجات شبه كده. وبدأ الكورال يزيد، وكان كل ما حد طلبة فلسطينيين بيجوا يدرسوا في مصر بينضموا للكورال، فبيكونوا 4-5 سنين مثلا حسب فترة دراستهم حسب الكلية في الكورال، أثناء دراستهم بيسافروا بيجي فوج تاني وبيكمل الكورال، أو فلسطينيين مقيمين، بس كان شرط الكورال أنه يكون يا الأم يا الأب فلسطيني عشان اللهجة الفلسطينية في البداية. وفضل لفترة طويلة يمكن لغاية الانتفاضة 2000 لما بدأنا نسمح أنه يعني ينضم إلنا مصريين، لأنه كان في كتير مصريين يجوا يقولوا ليش ما ننضمش للكورال، لو سمحتوا بدنا ننضم للكورال، فنقولهم معلش احنا عشان حفاظا على اللهجة واتقان الاغاني، وصعب في اغاني بنغنيها احنا بنغني يعني اغاني تراث بلهجة فلاحية فلسطينية، فصعب اي حدا يتقنها لو مش مصري، بس الشباب الجداد بمساعدة فايق وفداء يعني اتقنوا اللهجة الفلاحية. انا سمعت الفترة اللي فاتت اغنية تفاجأت انه يعني ما شاء الله بيعرفوا يحكوا فلسطيني فلاحي زي اغنية قح.
حي العن الجيشي، هذه من الأغنية من الأكثر الأغاني التراثية القديمة، هذه قصة، هذه ملحمة حب أصلاً يعني. كلماتها صعبة جداً ولكن هي من الملاحم الموجودة، زي مثلاً في مصر حسن ونعيمة، عندنا حسنة وغبيشي، من التراث الشعبي. كانت كانت هي قصة حب بين غبيشي هذا المناضل واللي هو بيناضل ضد الإنجليز، وحسنة. حسنة غبيشي من عامة الشعب، وحسنة بنت أفندينا مثلا، وحبها ما رضي، راح يخطبها ما رضي، فأبوها صلت عليه، نبه عليه الإنجليز، فبدأوا فيها بتقول له حيد عن الجيش، يعني خلي بالك عن من الجيش يا غبيشي، قبل الحناطير ما يطلوا، يعني قبل حناطير العسكر ما ييجي. هو بيقول لها ما حيد عن الجيش لويشي، اللي عادي غبيشي يذله. فهي هي ملحمة كبيرة على فكرة، ومن أروع. أنا بصراحة كنت يعني بدندن فيها، من أغاني دائما التراثية الواحد بيغنيها. سمعها أحمد البطل، الحلوة هذه الأغنية، ما نغني منها مقطع. حيد عن الجيش يا غبيشي، قبل الحناطير ما يطلوا ما يطلوا، ما حيد عن الجيش لا ويشي، واللي عاد غبيشي يذلو يذلو. حيد عن الجيش يا غبيشي، قبل الحناطير ما يطلوا ما يطلوا، ما حيد عن الجيش لا ويشي، واللي عاد غبيشي يذلو يذلو. حيد وضرب زين شيل شدي، وقطع الرسغين ولا تهدي، ضارهم جايين فندي فندي، ومعاهم مرتين وبرابل وبرابل. وحيد عن الجيش يا غبيشي، قبل الحناطير ما يطلوا ما يطلوا، ما حيد عن الجيش لا ويشي، واللي عاد غبيشي يا زلو يا زلو. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.